أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحصاد، ونبدأه بقرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، وذلك بعد تصاعد الخلافات بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية، حيث أعربت اللجنة المالية العليا في ليبيا عن تطلعها إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي القائم وضمان التوزيع العادل للموارد وتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات. جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له خلال انعقاد أول اجتماعاتها في مدينة سرت. جاء ذلك بعد إعلان المشير خليفة حفتر نهاية أغسطس المقبل كحد أقصى لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات وخاصة النفطية، متوعدا بالتصعيد في حال عدم تشكيلها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا كل من الأستاذ إدريس الشريف الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق، وينضم إلينا أيضا الدكتور محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي. أهلا وسهلا بكم. بداية معك أستاذ إدريس، اجتماع أهل أول الذي عقد أمس الخميس في مدينة سرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور كامل أعضائها، طلبت اللجنة المالية العليا برئاسة المنفي الجهات الرسمية في الدولة مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية. هل ترمي اللجنة الكرة الآن في ملعب هذه المؤسسات؟ وهل تعتقد أنها ستتعامل هذه المؤسسات مع الطلب بشكل حيوي ودقيق؟ بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحب بك أستاذ مصباح وبضيفك الكريم الصديق الدكتور محمد وبمشاهديك الكرام. أهلا بك. طبعا كما تعلم يعني هذه اللجنة تشكلت وحددت لها اختصاصات قوية جدا في قرار تشكيلها، وسؤالك الآن يعني نبدأ مما سألت به، يعني هل ستستجيب هذه المؤسسات اللي هي مسؤولة عن الإيرادات السيادية؟ طبعا حسب القرار جميع هذه الجهات اللي طلب منها أنها توفر البيانات هي ممثلة في اللجنة. يعني مثلا أكبر مورد للإيرادات السيادية العامة اللي هي مؤسسة النفط اللي يمثل إيراد النفط 98% من الميزانية، رئيس المؤسسة هو نائب رئيس اللجنة، والحكومة بوزارات المالية اللي هي تتبع لها إدارات الجمارك ممثلة باللجنة، الحكومتين. فإذا لم تستجب هذه الجهات فلماذا وافقت أنها تتمثل وتكون أعضاء في اللجنة؟ عودة إلى موضوع يعني إحنا تشكيل هذه اللجنة، وكما تعلم أنت حصلت السنوات الماضية يعني شكاوى، والرأي العام جميعا يعني يشاهد كيفية التصرف في الموارد العامة والهدر والتوزيع غير المتكافئ والغبن الذي يلحق بمدن بأكملها وبأقاليم بأكملها، ناهيك عن سوء التخصيص داخل الميزانية ذاتها ما بين القطاعات. يعني ما بين تجد يعني قطاع حيوي مثل التعليم لا ينال الميزانية التسييرية الخدماتية المهمة يعني 10-20% مما تناله وزارة لا تؤدي أي دور وليس لها أي عائد سياسي أو اقتصادي للأسف، اللي هو وزارة الخارجية. فهذه المطالبات كلها يعني أوصلت بأن احتقان شديد جدا. هذا الاحتقان كاد أن يؤدي إلى وأدى في السابق إلى حروب ومصادمات، وفي الفترة الأخيرة كان إذا لم يوضع حل لهذه المسألة، مسألة عدالة توزيع الموارد وتوزيع المخصصات التنمية، ممكن أن يحدث إغلاقات للنفط وممكن أن تحدث صدامات أو غير ذلك. فصدر تشكيل هذه اللجنة. طبعا عليها هناك ملاحظات كثيرة جدا، جانب سلبي، وهناك يعني من ينظر لها بإيجابية. طيب نعم. في هنا إذا كانت أتيحت الفرصة وجهات النظر ويكونون سوف نعود إلى هذه النقاط إذا كانت إيجابية وسلبية، لكن دعني أرحب بالدكتور محمد سعد. دكتور، يعتبر التئام هذه اللجنة هو اتفاق نادر، لأنه بدون رعاية أممية وتدخل أجنبي، وإنما هم يمثلون كافة الأطراف الليبية، هم في لجنة واحدة،
وبرعاية مؤسسة ليبية هي المجلس الرئاسي، فهل يعتبر هذا التقدم يمكن البناء عليه حتى في مسارات أخرى غير المسار الاقتصادي؟ بسم الله، بداية شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم، يعني هذا جزء، ولكن للأسف الشديد يعني احنا يعني نرى بأن حقوق العالم تفكر في خلق ثروة لتوزيعها. هذا الغبن وهذا الهدر للمال العام وعدم إدارة المال العام بشكل جيد والشعور بالظلم من جهات بعينها ربما كان هو السبب وراء هذا. لكن سياسيا يعني أنا لا أريد أن أعلق ماليا، أستاذ دريس لديه الخبرة الكافية، ولكن أقول بأن يعني أولا هذه الحالة في عدم وجود بيانات، في عدم وجود شفافية والمطالبة بهذه الموارد، هذا أمر مؤسف في كل الأحوال. هم الآن مطالبون بأن يتم يعني تم إدارة المال العام بشكل جيد بحيث أنها تقسم بعد أن يعني تقاسموا السلطة والمكاسب الأخرى، الآن جاء دور تقاسم الموارد المالية. ليس هذا هو الحل الأفضل، ولكن ربما في الظروف اللي احنا نمر بها قد تساهم في إيجاد حلحلة لهذه المشكلة في المستقبل. بالتأكيد أن يعني الوضع ليس مريح، ولكن يعني الحيرات الأخرى سواء كان الـ يعني النفط قابل للغذاء مثلا والتدخلات الخارجية والهيمنة الخارجية، أو أن يكون هناك نزاع يعني على هذه الموارد. فنحن نتوق أن يكون هناك حل سلمي ربما سيؤدي إلى مع إلغاء المركزية المالية إلى إلغاء المركزية الإدارية، وبالتالي إيجاد صيغة ووسيلة لإدارة المال العام عن طريق حكم محلي أو عن طريق يعني تأسيس لنظام إداري آخر جديد نحسن إدارة الأموال. وأنا اللي أتمناها هو أن يكون هذا تكون هذه الإدارة من خلال يعني سلطة تشريعية منتخبة، وأيضا سلطة تنفيذية منتخبة يكون من خلالها يعني إدارة المال العام بشكل صحيح وفقا للأصول المتعارف عليها. نعم. طيب ابقى معي دكتور محمد، أعود للأستاذ دريس الشريف. حينما نتحدث عن التوزيع العادل للثروة بين طرابلس وبرقة وفزان، ودائما كانت هنالك الاتهامات أن طرابلس هي من تحصل على نصيب الأسد من الأموال الليبية، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر إذ كانت حكومة دبيبة لا تمتلك ميزانية معتمدة من البرلمان، مقابل أن هنالك حكومة أخرى وهي حكومة حماد موجودة في بنغازي؟ كيف يتحقق هذا الأمر وتتوزع على الأقل بين الأقاليم الليبية بعدل؟ الأصل في توزيع الموارد أن يتم يعني توزيع عوائد يعني البرامج التنموية على كافة المناطق بعدالة وبكفاءة الأمر للأسف الغبن لم يقتصر على حرمان مناطق كاملة من برامج التنمية، بل حتى في الخدمات اليومية وفي الوظائف في الإفاد، كيف ما رأيت أنت في القرارات اللي صدرت للأسف يعني في السنتين اللي أثار ضجة كبيرة جدا، يعني مناطق معينة يتم إفاد حتى العجائز اللي عمرهم فوق 70 سنة، ومناطق الأوائل من جامعات محترمة ومعتمدة ومعيدين ينتظرون دورهم منذ سنوات طويلة. فالمسألة معقدة يعني لا شك في ذلك. وقصة يعني توزيع الموارد بدون تحديد النظام الإداري للدولة، شكل الدولة، وتحديد سلطات الحكم المحلي زي ما ذكر الدكتور محمد، لازم أولا نتفق على شكل الدولة. هل الدولة يعني دولة
مركبة فيها يعني الأقاليم الثلاثة، يكون فيها نظام فيدرالي، هناك صلاحيات واختصاصات مالية، يعني في فيدرالية مالية ومسؤوليات. وبعد ذلك نعرف شنو الموارد اللي يمكن أنها تكون مركزية يعني للتنمية في الدولة، شنو مستوى المناطق، شنو على مستوى أو نظام إدارة محلية. فتصميم نظام مالي للدولة يقتضي أولاً الاتفاق وتصميم النظام الإداري. يعني أنا ما نقدرش نفصل البدلة إذا كان مقاسات الجسم وأطواله وأبعاده غير يعني واضحة. لكن خلينا نعود إلى تشكيل هذه اللجنة وظروف هذه اللجنة. طبعاً أنت تعرف أن في حكومتين، حكومة طرابلس مسيطرة على الموارد وحاصلة على الاحتراف الدولي وتتحكم، الحكومة نشأت مثل البرلمان موجودة في الشرق لا يوجد لديها هذه الموارد، ويعني تحول في المصروفات من الاقتراض من المصرف المركزي في بنغازي. طبعا المرتبات تصرف من طرابلس، فعلا الدعم المحروقات يأتي من المؤسسة. لكن حصل ان هناك غموض وهناك هدر وهناك يعني ما حصل في 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 في, في, في الموارد وفي الفترة الأخيرة، يعني اندفاء جزء كبير من موارد النفط غير معروفة المحروقات التي تستورد. طيب لذلك لهذا السبب لو سمحت استاذ دريس، لم يتبقى لي من زمن هذا الجزء الاول من الحلقه الا القليل، لكن لهذا السبب ان هنالك اموال تهدر، ربما الحكومه المدعومه من المدعومه من البرلمان دعت الى تعيين حارس قضايا على اموال النفط. وفي الجانب الاخر في طرابلس يتحدثون عن اللجنه الماليه، هل يمكن تنفيذ المقترحين معا للتوزيع العادل للمال بالمقابل أن هنالك من يراقب التوزيع والإنفاق، ما يسمى الحارس القضائي، بعجالة لو سمحت؟ شوف، هو يبدو أن الاتفاق سياسي، يعني بدليل أن الحكومة السيد حماد اللي هي طلبة الحراسة القضائية ممثلة في هذه اللجنة، حكومة دبيبة ممثلة بوزراء، وينظر الكثيرون من الناس إليهم على أنهم هم كانوا سبب المشكلة اللي أدت إلى هذا الوضع، كويس. فلذلك نحن نفترض أن هناك اتفاق، وبعجالة لو يعني أنا خلينا ننظر للجانب الإيجابي. أنا لو نظرت للقرار تشكيل اللجنة والاختصاصات التي وضعت فيه، هي اختصاصات دقيقة، ويعني لو طبق حتى 50% منها ممتاز. يعني واحد، إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، كلام جميل. اثنين، متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، كلام جميل. متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة. الاستعانة بالمؤسسات الدولية إلى آخره. بعدين تلتزم اللجنة بتحقيق مبدأ الرشد المالي، تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في الإيرادات العامة. نعم. تحييد المال العام على الصراع السياسي وضمان مبدأ هذا كله أهداف نبيلة، هي بظاهرها أهداف نبيلة يعني. وفي البيان أيضا طالبت اللجنة، وهنا الاختبار الأول يا أستاذ ركز معي، طالبت جميع الجهات المسؤولة عن الإيرادات السيادية أن توفيها ببيانات تفصيلية بما فيها مؤسسة النفط والاتصالات وغير ذلك. هل أنت سألت هل ستستجيب هذه الجهات؟ هي جهات ممثلة في اللجنة. إذا استجابت ووفرت البيانات، هذه خطوة أولى، كويس. لكن طبعاً الناس اللي تنظر بسلبية إلى هذه اللجنة تنظر لماذا؟ لأن اللجنة مشكلة من الناس هم اللي سببوا المشكلة، يعني عليهم تحفظات كثيرة جداً. ويقول لك كان جزء من المشكلة لا يمكن أن يكون جزء من الحل، وينظروا للمسألة على أنها هي تقاسم للأموال بين الحكومتين وليس توزيع عادل للثروة على المناطق. نعم، واضح. نعم، ينظر الجانب السلبي. نعم، واضح. شكرا لك الأستاذ دريس الشريف، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق، شكرا على هذا التوضيح. تصدر ملف توحيد المؤسسة العسكرية جدول أعمال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اجتماعات دامت ليومين في العاصمة باريس الأسبوع المنصرم، بحضور كل من الفريق الحداد والناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وبحضور عدد من قادة الجيش الفرنسي. تمحورت الاجتماعات حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد، مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا
وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية. وفي ختام الاجتماع منح ماكرون كل من الفريقين الحداد والنضوري وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 وسام الشرف لجهودهم ودورهم في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على استقراره وتثبيته. وأعود للدكتور محمد سعد، كيف نفهم الموقف الفرنسي في ليبيا في ضوء التغيير الاستراتيجي لفرنسا كما أعلن ماكرون عنه مؤخرا؟ بالتأكيد يعني اهتمام فرنسا بالملف الليبي كان في البداية يعني في تنافس مع إيطاليا، وكان هناك محاولة للاستئثار بهذا، وأعتقد أن يعني لقاء باريس وما نتج عنه كانت محاولة. بعد ذلك انتقل الملف السياسي إلى برلين، لكن اهتمام فرنسا بالملف العسكري هو امتداد لاهتمام يعني حلف الناتو بشكل عام، ويعني المجتمع الدولي في كون أن توحيد المؤسسة العسكرية هذا يعني هدف سيوفر الاستقرار ويوفر القدرة على يعني السيطرة على السلاح في ليبيا. هذا ما يتوق إليه الليبيين أيضا، يعني بصراحة يعني كانت الأمال كبيرة جدا على 5+5 منذ يعني لقاء برلين، ومنذ أن أعلن عن تشكيل هذه اللجنة، حتى أنها سميت في لحظة من اللحظات بأنها لجنة العشرة، ثم ما لبثت عادت إلى 5+5، وباستثناء يعني الحفاظ على وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذ أي من الأهداف الأخرى التي وضعت، المهام يعني الأساسية يعني لها. نعم نعم، لم تحقق الأهداف الأساسية والمهام الأساسية التي أوكلت لهذه اللجنة تقصد يعني؟ نعم، ولكن لا يوجد بديل، يعني ليس لدينا من بديل إلا يعني التعويل على هذه اللجنة وتطوير عملها. ربما المساهمة الفرنسية يعني مفيدة في هذا الجانب، ولهذا الاهتمام يعني من مقابلة الرئيس ومنحهم وسام الشرف، وهذا الاهتمام نعم. يعني نعم. مفيد. سوف نعم سوف نأتي على هذه النقطة وهي وسام الشرف، لكن مؤتمر باريس القادم حول ليبيا والذي ستحضره الدول الكبرى والمتابعة للشأن الليبي، هل هو استباق فرنسي قبل مبادرات أخرى؟ وهل تعتقد أن فرنسا تمتلك القدرة فعليا على صنع مبادرة كهذه في ليبيا بحسب الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا؟ أنا لا أعتقد بأن يعني دولة بحجم فرنسا بإمكانها أنها يعني تستحوذ بشكل أحادي. أنا أعتقد جازما بأن هذا حدث بالترتيب مع يعني على الأقل الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن. لكن اللي يعني اللي مهم هو ان يعني الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات وعندها اهتمامات داخلية، فلعلها يعني اوكلت هذه المهمة لفرنسا، لا ادري، لكن انا اللي متاكد منه ان هذا لا يتم عادة يعني بشكل احادي وبطريقة يعني فيها مبادرة بدون التنسيق مع كل الأطراف الأخرى. نعم، لكن أنت لا تنسى أن فرنسا ربما تحاول الخروج من استراتيجية الحماية والمساعدة للاستثمار والشراكة ومن التدخل في السياسات الداخلية إلى محاور محايد، أليس هذا مجرد غطاء لتبرير الدفع بالشراكات الفرنسية للأسواق الأفريقية خاصة شمال أفريقيا، يعني أكثر من تغير حقيقي في السياسات والرؤية؟ بغض النظر يعني على التوجه الفرنسي والاستراتيجية الفرنسية اللي يعني تحاول من خلالها استمرار يعني نفوذها، لكن أنا نقول بأن للأسف الشديد يعني الهيمنة السياسية الخارجية أو الدولية على ليبيا والملف الليبي يعني سلمه الليبيون يعني للأسف الشديد، وهذه المشكلة طبعا بالتأكيد يعني زي ما يقولوا في الهمة تختار، يعني إذا كان فرنسا ليست لديها الرغبة بأن تكون لها قوات على الأرض وليس لها رغبة في
يعني هيمنة عسكرية وسياسية، وإذا كان لديها رغبة في الشراكة فنحن نرحب بذلك، أفضل بكثير من دول أخرى ربما يعني إذا ما الحديث حول أن تركيا يكون لها دور، نحن لا نحب ذلك لأن تركيا متواجدة على الأرض بقوات وبكذا، فلذلك وجود فرنسا كونها أنها رقم واحد دولة عضو في يعني دائم في مجلس الأمن وحدة الدول العظمى، دولة جارة على المتوسط وأيضا لديها اهتمام، هذا يعني ليس مهددا يعني بمعنى آخر، ولكن ما نتمناه أن نحافظ على سيادتنا الوطنية وأن نخرج يعني أو نتخلص من كل هيمنة خارجية سواء كانت عسكرية أو سياسية. نعم، لكن دعني أسألك إلى نقطة قبل نهاية الحلقة، يعني توزيع وسام الجمهورية الفرنسية لأعضاء اللجنة ورئيسيها رآه البعض أمر مبالغ فيه أمام عجز 5+5 من إحداث أي فرق في ملف المرتزقة، وهو الأهم لإجراء الانتخابات أو هي المهمة الأساسية التي أوكلت إلى لجنة 5+5. لا أعتقد بأن هذا الوسام كان نابع من كون أن هذه اللجنة أنجزت كل مهامها، هو مجرد أنها حافظت على التواصل وعلى حافظت على وقف إطلاق النار وعلى الوضع السلمي، هذا يعتبر إنجاز كبير، لكن اللي مهم هو أن وراء هذا الاهتمام الفرنسي وإعطاء هذه يعني هذا الوسام ومقابلة الرئيس واهتمام الرئيس مباشرة يدل على اهتمام فرنسا بهذا الملف لما هو قادم، يعني ليس ما حدث وما تم، ربما لما هو قادم. أتمنى أن القادم يكون يعني خير لهذا البلد في الحفاظ على السيادة وفي التخلص من كل هذه القوات الأجنبية والمرتزقة. نعم. لكن يرى بعض المراقبين أن هذا الاجتماع الذي حدث في باريس بلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، بعض المراقبين اتهموا فرنسا بأنها تلعب دور مزدوج، من يلعب دور الوساطة بين الأطراف؟ لا أعتقد أنه من المفترض أن يكون يوما من الأيام هو اصطف إلى مع طرف دون طرف آخر، بعكس ألمانيا ومؤتمر برلين التي لم تكن طرف في هذا الصراع. هذا الدور المزدوج الآن الذي اتهمت به فرنسا، هل هي فعلا تحاول أن تلعب هذا الدور الآن أم تصلح ما أفسدته منذ سنوات؟ لا هو لا تقاس هذه الدول بوزنها النسبي يعني بهذا الوصف. انا اعتقد بان يعني دوله بحجم فرنسا وبقدرتها وبتاثيرها ربما يعني بالتنسيق مع كما ذكرت يعني مع الدول الاعضاء في مجلس الامن والله في الترتيب مع الدول الاوروبيه وامريكا، نعم، لعل هذا يعني هذا الدور ربما لما هو قادم، لأن برلين للأسف الشديد يعني وصلت إلى نهايتها، يعني المسارات التي وضعت لم يتحقق منها شيء، وبالتالي لابد من تحقيق يعني تقدم في هذا الجانب، وربما باريس القادمة ستكون يعني بداية للحل. والمفتاح المهم اللي بدأت به باريس من خلال يعني توحيد المؤسسة العسكرية أو من خلال التنسيق العسكري بحيث أن يكون يعني السلاح في مخازن مؤمن ويكون فيه نوع من الاستقرار، هذا مفيد للجميع. نعم. شكرا لك بطبيعة الحال الدكتور محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي. وفي ختام الحلقة مشاهدينا زوروا موقعنا وعلى الوسط.الواي وكذلك صفحتنا على الفيسبوك الوسط للقاء.